حبيبي الله يحب بيا خلاص القبل صفر انت من عين اقسم بالله ان جمع يقول ما جمع الا وفق يا ابني القلوب اصحى قال القبول صفر تفضل الله قال فاضل تدري ايش المشكله فيه محمد قال لي دانس في نفس الوقت تدري ايش المشكله فيه احس انك مثل الرجال ذاك اي والله اللي اذا ما تضحك على لبته يزعل ايوه اضحك على لبته ولا ازعل لا هذا النظام مو عندي عنده نظام ايوه واذا قلت له ايه اذا قلت له والله القبول صفر يزعل ينفس ينفس بس نعطيك هذه اي وش ايش ايش بقال خلاص مشينا من هنا واذا قلت تنزل عند البيت ولا هو منزل عند البيت لا تخاطرك شيء لا بعود اعلمك عشان ترجع تقول لي ايش خاطرك عرفت ها يا ابو عبد الله ايش خاطرك شيء لا والله والله ما في خاطر شيء لا والله بس اذا صحيت بكره والله نعلمك عشان تقعد انت مهموم ما درينا تعلمك بكره بس لازم العالم يتعلمون البشر تقطيع البشر لازم هذا البشر انت بنتبه على اصبعك حما تني شيف يا خال خصي في القريه شيء يا اخي الله يمساعد اللي لا انت منشط ولا انت بشاعر ولا انت ممثل ولا بس انت على الاقل فيني قبول ماني مثل بعض العرب في قبول قبول يساعدك على اي شيء مساعد من اللي ما بعلمك بعد البرنامج يعني نظامك بس ساعدني بالقناة ولا برا والله بشهادة الإعداد والمخرج يقول شوف بكل حقيقة القبول عند مساعد كبير جدا بنحبه في الشاشة ونحبه في ايوه بس بعض العرب والله حلف الله يجعلني داخل محمود ايوه يا عم محمود اقدم تحيتي من هذا المنبر يا عم محمود والإعداد كلهم واحد واحد بس بعضهم يجيك صوته نواف نهو ايش صوته يا اخي يا احلف بالله انه يكسر الدنيا مره جميل ايوه نكت سواليف ضحك بس قبول ما فيه ايش تتوقع؟ اتوقع انه لازم يجدد القبول في ناس ترى مربوطه في حاجات شوف اساسيه اللي يحب الله يحبها خلقه ايوه فالانسان كيف يضبطها مع الله؟ يضبطها مع الله بالصلاه واذا خلص الصلاه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يا رب انك تجعل فيني قبول لازم يدعي يدعون لازم شو مسوي نفسه غبي لا ما انت تقصد نواف ولا شخص اي لا شخص ثاني لا مو بنواف الله يعطيك العافيه نقصد اي شخص ثاني اي شخص ثاني بس اسمع يا حب مهما كان القبول قبول اللي ما هو مقبول ما هو مقبول انا جيت ابغى اعدلها السلام عليكم والله انا بيني وبينك يا مساعد اسعد الله بصوص يا ابو حامد واعلمك سواليف اليوم بغينا يعني ندشن الثنائيه حقت كنت نوع لك اتوقع انا ما نقدر ليه؟ ما في يديكم ولا في يد العرب احنا مدشنين من دونكم السكين والله طعنتهم رجل من كبير حقي طيب تتوقع انها جت الثنائيه مشت صح؟ اي والله يا اخي انا دبرج الثنائيه انا بعلمكم ايش سالفه الثنائيه الثنائيه اللي قلوبهم على بعض ولا الشباب الثاني ما فيهم قصور بس يعني تحس انه ما فيهم قلوب لا 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 قبول كلنا ما فينا قلوب امزح جدي بيدخلني قبل يشربون محاور منه لين ادو خرج تركب مغذي لا بقول لك حاجه والله يا ابو حامد انه صدق انت يمكن ذا الحين في مكان توك تعرفت على رجل، الرجل هذا يفهمك على طول في اسرع وقت. نفس الاستاذ ابو سعيد، نفس ابو قماش، نفس حاتم، بس يعني الشباب كلهم ما فيهم قصور، فيهم قبول، فيهم كل شيء. بس هذا الرجل يفهمك. يعطيك باص تعطيه باص. ترجع الباص يعطيك سياره صغيره، يعني باص سياره صغيره. ف لا تكفى. يعني اقول لك والله العلي العظيم يا الشباب كلهم ما فيهم قصور. ولكن ما في قصور ايش دخل القصور هذه ما ادري انا علمتك انا بس حق نكت سواليف ما اعرف اي خدمه ابو حامد ولا شاعر ولا منشد ولا ممثل ولا شيف ولا شيء شفت اني مظلوم في الشعر شفت اني لا تقول لا لا شو اسمه الستيج الشهر الجاي شوف من الشاعر اللي بيطلع المسرح والله انت تصدق طب ابو لبن امس اعطاني شاعر لكم بوريك مقطع شوف انت راضي عن هذا المقطع ولا لا عليكم الله انت عشان اعلمك حتى ايه حتى اعلمك ان اول شيء القبول صدق السواليف صدق
ما ادري في لخبطه في لخبطه انت في لخبطه في حياتك شيء ما ادري بلا شيء في البحور من الشعر اسمع جدلان يضرب في البحور من الشعر يضرب في البحور ما شاء الله عليه الله يرحمه ما شاء الله عليه الله يرحمه تصرف تصرف ايش اسوي بسم الله الرحمن الرحيم عندي دوخ لا شوف انا بقول لك حاجه انا اذا تحمست يعني في راسي والله انا الرجال كريم الطبخ الكلمات موجوده ايوه كريم الطبخ خبز ايش في راسي ايش اقول؟ اوه يا الخبز عليه يا سلام سلم عليك كريم الطبخ عرفت؟ يعني اللي يسمعك لازم يرتب ايوه لازم انا احذف بالكلمات على المشاهد المشاهد يجي يرتب يطلع بسالفه يطلع بسالفه لماذا الطير له عنق؟ لانه مع قفوقه يبلع شفت هذه اللي تطلع ليل نهار اجل بعد شيء جهز لنا قصيده على خشم ابشر بس قصيده تكرم الطبخ ولا فيك؟ غربيه ها؟ في في تكرم تكرم الطبخ ولا فيك ابشر ايوه ايوه فيه عندك عندك